الفنانة روجينا منورانا في وشي وبرحب بيكم. اهلا وسهلا، وانا اللي برحب بيكم ومبسوطه ان انا اكون معاكم النهارده. النهارده على موضه بيروت لاول مره في مصر، كلميني عن حضورك. مبسوطه بالاحتفاليه وسعيده انه يبقى في عروض لاكثر من مصمم، ومبسوطه النهارده وببارك لاحمد فايز، بقول له الف الف مبروك يا احمد، وانا اصل احمد هو اللي بيلبسني، فعشان كده متفائله، وانا هو كان وراني اكتر من حاجه عاملها النهارده، فانا متفائله قوي انه هيعمل حاجه كويسه النهارده. فايز كمان هو المصري الوحيد المشارك السنه دي، شايفه من وجهه نظرك ايه اللي بيميزه او بيميز التصميمات بتاعته؟ بصي، احمد ميزته انه بسيط قوي، دايما بيعمل شيب للجسم حلو قوي قوي قوي، دايما بيلبسك من روحك. يعني انا دايما مع احمد لما بلبس حاجه من عنده بحس انه انا مش حد تاني. دي ميزه احمد، انه دايما بيلعب على شخصيه اللي بيصمم له. طيب روجينا، ايه اكتر ستايل بتحبيه، او عموما لو ما فيش تصوير بتحبي تكوني لابسه ايه؟ جينز طبعا، وفلات في الارض، وتيشيرت، وبس ده ابسط حاجه، لانه انا حياتي كلها اكتشفت انه مكياج شعر، فلما الواحد ما بيبقاش عنده حاجه، اهم حاجه بيعملها انه يبقى بسيط جدا. ايه بتحضر ايه بقى الفتره اللي جايه؟ ان شاء الله مسلسل كفر دلهاب مع استاذ احمد نادر جلال والنجم يوسف الشريف، وتاليف عمرو سمير عاطف، رمضان ان شاء الله باذن الله. مفيش حاجه سينما قريب؟ لا لسه ان شاء الله باذن الله. طيب النهارده ليه اخترتي اللون الاسود؟ بحبه، يعني انا بحب الاسود، بحس انه دافي واحنا في الشتاء، وبيعمل كده حاله حلوه.